أنا في نادي القرن، أنا في النادي الأهلي، رسائل كتيرة لبدر بنون أبرزها شخصية النادي الأهلي وشخصية لاعب النادي الأهلي المنتقل يعني لصفوفه السنة اللي جاية إن شاء الله، عارف قيمة النادي الأهلي، اختار النادي الأهلي رغم كان في بعض الإغراءات على مستوى الأندية الخليجية، عارف قيمة النادي الأهلي، إنه جاي بيتكلم بالراجل هو عارف أنا جاي النادي الأهلي، ما فيش حل غير إن إحنا دايما بنبص للبطولات ودايما النادي الأهلي بيبص للبطولات، سعادة كمان عائلته بانضمامه للنادي الأهلي، استقرار العام حوالين اللاعب ده شيء مهم جدا يا سهام، كمان معرفته للعيبة النادي الأهلي، كان بيتكلم على كهربا محمود متولي فيعني إن شاء الله يعني زي ما بنقول مبروك للنادي الأهلي أكيد كمان بنقول لبدر بنون مبروك كمان، أنت منضم لأفضل نادي على مستوى القارة الأفريقية على مستوى العالم، فإن شاء الله نتمنى له التوفيق ويكون أكيد. إضافة إن شاء الله أكيد أنا اللي لفت نظري أنه يعني أن لاعب بحجم الاسم ده في المغرب وفي شمال أفريقيا بس فضل أنه يحترف في النادي الأهلي على عكس يمكن زمايله في شمال أفريقيا، بنتكلم على شمال أفريقيا تحديدا اللي بيدوروا على الاحتراف في أوروبا بشكل كبير. بدر بنون النهاردة عارف فعلا حجم وقيمة واسم صحيح. النادي الأهلي زي ما أنت قلت، وهو وعد جمهور النادي الأهلي أنه هو هيحقق مزيد من البطولات مع النادي، اسمه فخر كبير له أكيد. وطبعا كان بيتكلم عن ردود الأفعال اللي لما يعني راح لزوجته أول واحدة وبيقول لها أنا هنضم الاسم كبير في مصر، فطبعا يعني رحبت بالقرار ده، وابنه طبعا ربنا يخليه لك يا بدر، وإن شاء الله يكون وشك حلو على النادي الأهلي إن شاء الله، إضافة قوية للنادي إن شاء الله. طيب.